وإلى خبرنا التالي، حيث صارت حفلات التخرج في مدارس البنين والبنات والروضات عادة وتقليدا سنويا في الأعوام الأخيرة، وبدأ واضحا ما يصاحب أحيانا من بعض الأمور المنهي عنها شرعيا كالاختلاط وتصوير الطالبات وأمهاتهم بالفيديو، مما لا يؤمن معه اطلاع الرجال عليه. وقالت سيدة ممن حضرنا مناسبات التخرج: بعض الطالبات تأتي بطلبية خاصة من خارج المملكة لأدوات الزينة لحفل تخرجهن، كلفتهن 10,000 ريال، وأخرى استدانت من والدها مبلغا من أجل أن تشارك زميلاتها في حفلهن بتلك القاعة. وأضافت أخرى: أنا شاهدة على إحدى حفلات التخرج بإحدى المدارس، فمن لا تدفع لا تشارك، وهناك عملية استغلال لمن تبرعت بتنظيم الحفل لطالبات معينات لأن أولياء أمورهن موظفون بشركة كبرى. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في اتصال هاتفي الدكتور أنور أبو عباد، مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض. حياك الله دكتور. الله يحييك هو جيد ان احنا نطرح الموضوع على تعليم الرياض والنشاط بالذات، لانه مختص بالامور الحفلات التخرج والانشطة الاخيرة. كيف تشوف حفلات التخرج وانتشارها في الفترة الاخيرة، خصوصا انها اصبحت عند البعض واجب على المدارس؟ طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن حفلات التخرج، يعني من وجهة نظري أن حفل التخرج يعني أصبح هو جزء من نشاطات المدرسة تطبق خلال العام، ودائما ما طبعا يكون في نهاية السنة. يعني هناك إيجابيات الحقيقة لوجود مثل حفلات التخرج، من ضمنها أن المرحلة يعني كنا نشاهدها
لإقامة مثل هذه الحفلات. بعض المدارس قد لا يكون لديه مكان أو متسع من المكان لإقامة هذه الاحتفالات، فيطلب أن يقيم في مكان خارج المدرسة، وهناك أيضا تنظيم لها بأخذ الموافقة، وأيضا الشروط السابقة بأن تكون تحت مسؤولية قائد المدرسة ومسؤول النشاط. صحيح. أنور، يعني من ناحية أخرى يعني يرى البعض أن فوائدها تطغى على سلبياتها، فوش رأيك في هذا الكلام؟ الحقيقة أنا أتمنى لا تكون يعني نظرتنا سلبية دائما، وننظر كما يقال إلى
تمام دكتور. دكتور أنور أبو عبات شكر لك مداخلتك معنا، وبإذن الله تعالى القرارات اللي راح نشاهدها يعني على مدرسة واحدة أنا أتوقع أنها ستكون عبرة للمدارس الأخرى. ما احنا ضد الاحتفال، لكن تحميل الطلاب والطالبات وكذلك البيوت أكثر من طاقتهم فعلا هي بحد ذاتها مشكلة.